مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط اول خالي من الاثاره ولكن تقدم الوداد 1-0. خالي من الاثاره لكن مليء بالعصبيه بالظبط وشد اعصاب يعني زياده عن اللزوم. كنت اتمنى يبقى فيه هدوء شويه. فرص على المرميين مفيش كويس، لكن قلنا حاجتين يعني الوداد هيلعب بيهم ايمن، الضغط العالي في كل مكان، وده اللي مميزه شويه على النادي الاهلي. انت ما بتعرفش تعمل يعني احنا بنتكلم دلوقتي مش عارف تعمل تمريره والثانيه والثالثه ليه؟ هو الكوره بتقطع بيروح ضاغط عليك، هي دي الميزه اللي مزوده عليك. الحاجه الثانيه والاهم قلنا كلنا اجتمعنا برضو قلنا الكوار الثابته. الكوار الثابته بص يعني هم متمرنين عليها. صحيح. لا يعني مش بتعمل كده، متمرنين عليها لان الفاول ده جه 3 مرات. مظبوط. 2 ما راحوش بالقوه اللي هي فيها، واحده مسكها الشناوي. الفرقه الثالثه مش ونجمه لمس الكوره ما لمسهاش. لا اللي فرق الكوره ان الكوره عملت باند في الارض. دي يعني انا مش بدافع عن الشناوي لكن بتخش في اي حارس في العالم وبتحصل وتفرج عليها كتير. صحيح. هو ده الوداد ضغط. صحيح. بيلعب عليه في اي مكان في الملعب وضغط قوي جدا، فانت مش عارف تلاقي لعبك. الحاجه الثانيه الكور الثابته، هو ده الوداد. ده الوداد الحل الوحيد لو احنا بنفكر بنتكلم كده، لو بتفكر لو كولر بيفكر تغيير طريقه اللعب 1-2 صح؟ يعني انت مغلوب 1 من الوقت لازم اجازف، لانك انت بتجازف عليه، انت عايز هدف. ايوه. تجازف ايه؟ يا اما تغير طريقه اللعب تبقى 4-2-3-1 يبقى هتغير في التشكيل اللعيب. ما هو لازم تشيل يعني حد وتلعب واحد مكانه اكيد طبعا. يعني اللي في الملعب ده ما فيش حد فيهم عنده ملكه 10، انت محتاج حد يلعب في الملعب ايمن. نعمل بس تمريره والثانيه والثالثه، تلعب كره بس من غير عصبيه. ايوه. يعني انت خايف يجي فيك جول، الجول جه فيك. يعني انا لو من كل الوقت بين الشوطين اتكلم على ايه؟ لازم هدوء اعصاب متناهي، لازم نهدى. لعيب الكوره من غير هدوء مش هيلعب كوره. لازم اهدى، لازم تقابل الوداد بهدوء. حتى الضغط بيعملوا عليك جامد قوي ده، لازم حد في الكوره يمسك نص الملعب، ولازم التمريره الثانيه الثالثه ونلعب الكوره بتاعتنا. اللي انت قلقان منه حصل، بس اهم حاجه انت نهيت بعصبيه جامده جدا. اتمنى يا رب ان الشوط الثاني تبداه بهدوء، لسه في 45 دقيقه الكوره فيها العجب. وانت انا مش شايف انت مثلا مضغوط وفرص، لا هو حتى الماتش كله ما فيهوش فرص كتير. صحيح. فان شاء الله بس يبقى اللي بتمناه التغيير يبقى من بدري شويه. صحيح كابتن اسامه، فعلا زي ما قال كابتن علاء الشوط بدون فرص من الفريقين، سواء كوره ثابته قدر انه الوداد يجيب منها جول، ولكن حلول الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. نمره واحد علاء ركز عليها، وانا يمكن قلتها لك اول ما سالتني، قلت لك نمره واحد اللعيبه تركز في المستطيل الاخضر في ال 90 دقيقه، ما اقعدش اركز كتير مع الحكم، مع لعيبه الوداد، مع بتخرج نفسك بره اللقاء وبتاخد انذارات وما تضمنش يحصل ايه بعد الانذار الاولاني، ممكن يحصل لا قدر الله حاجه. فعلاء قالها، لازم هدوء الاول، لازم هدوء، افكر بس في مهامي في الملعب، ما اقعدش كل كوره مع الحكم مع الحكم مع الحكم. دخلنا حسين الشحات انذار، كهربا انذار، مروان كان هياخد انذار، حمدي فتحي بيعترض كتير جدا على الحكم، فمفروض اقلل الحته دي. الماتش ما فيهوش حاجه كبيره يعني فيها قلق كبير غير الضربات الثابته، والجنب اليمين الى حد ما بتاع نجم العملود عاملين نشاط، عاملين نشاط، مش موقفينهم كويس الجبهه اللي هي الشمال بتاعتنا، فدي اللي لازم بس ناخد بالنا منها. الحل انا شايف ان الثلاثه بتوع نص الملعب النهارده ما فيش حاجه واضحه ليهم، فانا شايف ان واحد فيهم يطلع. شوف انا بقول لك اي واحد، يعني حمدي مش في حاله جيده قوي، مروان مش في حاله جيده قوي، ديانج مش في حاله جيده قوي، اي واحد فيهم يطلع ويلعبوا 2 في العمق وينزل واحد قدامهم، حاجه من ثلاثه، يا قفشه يلعب تحت راس الحربه، يا حسين الشحات يخش جوه تحت راس الحربه، ودي بلال يمكن كان قالها بين واحنا بنتكلم وليه حق، حسين الشحات يخش جوه وينزل احمد عبد القادر على الطرف الشمال. يا الحل الثالث عمرو السوليه، اي حد بس نمسك الكوره شويه، لان الكوره ما بتمشيش نقلتين ثلاثه في رجلنا. صحيح. يعني الكوره بتروح بسرعه جدا، وبنلعب كور طويله سهله قوي لزولا وايمن فرحان طوال، بياخدوا الكوره وبيعطلوا هما زي ما عملوا في القاهره، جابوا الجون
وابتدوا ياخدوا بيضيعوا وقت، بيقعدوا على الارض كتير بيقعدوا. فانا اتمنى ان شاء الله ان يحصل هذا التغيير، ولكن حتى لو بعد ما اخرش قوي يعني، حتى لو بعد 10 دقائق ما طولش بعد الدقيقه 70 والكلام ده، حتى لو بعد 10 دقائق. صحيح. كابتن بلال، شوط اول قلت فيه الخطوره على مرمى الوداد، بس ليه انعدمت الخطوره والحلول من الشوط الثاني زمالك كباتن من بدايه الشوط؟ طيب هتقلب الطريقه 4-2-3-1 ولا هتنزل حد قدام شريف مثلا مكان كهربا؟ طب شريف مكان كهربا هتحتاج واحد في نص الملعب، سلية، قفشه، ايه البدايه؟ شوف يا كابتن، كل مباراه بيبقى ليها طريقه لعب مختلفه. طالما انت بتلعب فرقه خصم يعني عنده قوه عنده سرعه وعنده امكانيات وعنده مهارات، يعني امبارح نابولي كان بيلعب باربعه بثلاثه خمسه اثنين، اثنين راسين حربه وخمسه في نص ملعب عايزين يقفل خلاص. الانتر اسف. فالنهارده يتطلب من مستر كولر انه يغير من طريقه اللعب. تمام؟ ليه يغير من طريقه اللعب يا كابتن ايمن؟ لان احنا النهارده خد بالك انت بتلعب خصم يعني كل ما يملكه انه بيلعب على طرف الملعب، قلب الملعب تقريبا شبه فاضي. يعني انت لما الكره بتيجي لديانج او حمدي فتحي في نص ملعب بتلاقي ان الخط الامامي اللي قدامه فاضي، احنا ما بنستغلش الحته دي خالص. عايزين لعيب في نص الملعب يلعب رقم 10 ايا كان مين، حسين الشحات، عمرو السوليه، ايا كان، حتى لو بيرسي تاو لعب سكند سترايكر وهو خد الحته دي، فاحنا محتاجين لعيب يلعب في نص ملعب يا كابتن ايمن عشان يقدر يستغل الحته بتاعت نص الملعب دي. رقم اثنين، احنا برضو في الحته الدفاعيه يعني الثلاثه الميد فيلدرز بتوعنا تايهين. تمام؟ محتاجين ترتيب شويه، مين يلعب سته، مين يلعب ثمانيه، مين يتقدم شويه ويلعب رقم 10. صحيح. كابتن اسامه، اخيرا حلول الشوط الثاني بالنسبه لمستر كولر. لازم التغييرات مهمه جدا مع بدايه الشوط الثاني على طول، ما استناش للدقيقه 70 زي المباراه اللي قبل كده. توقيت مهم جدا، حمدي فتحي النهارده مش في افضل حالاته ومش موفق ومش عامل لك الزياده العدديه قدام، ممكن تسحب حمدي فتحي تلعب بالسوليه محمد مجدي قفشه واحد يقدر يمسك لك الكوره قدامه ويعمل لك الزياده العدديه. لازم لعيبه النادي الاهلي تبقى اهدى، ولو هدينا وركزنا بس في ال 45 دقيقة في المباراة بس ان شاء الله قادرين ان احنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين والنادي يحرز هدف. قادرين ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني للرجوع للمباراة والرجوع بالكأس باذن الله رب العالمين. نروح لفاصل نرجع حضراتكم مع نهاية احداث المباراة، انتظرونا.